إذا عرجت نحو بركة الموز بداخلية عمان تستقبلك معالم عديدة من عمق التاريخ. حارة السيبان واحدة منها، حارة على سفح الجبل تشد الرأي لأول وهلة، هندسة البناء وعبقرية المكان تترأى للناظر كحصن مهيب، خلية من طين نبتت في الصخر، وخلفها قمم الجبل الأخضر تقف بكل عنفوان. بقيت الجدران منتصبة تفتقد أنفاس البشر وجلبت الصغار الذين عهدتهم في مبانيها وبين طرقاتها، وهي الحارة التي يرجعها البعض إلى فترة ما قبل دولة الإعاربة. يقولون إن بيوتا قديمة مبنية بالحجر وجدت في الجانب الشمالي خلف البرج الذي يعتلي قمة السفح. كانت نواة الحارة بصورتها التي نعرفها اليوم، والتي يرى الباحثون أنها تعد أنموذجاً من أعمال تطوير الحارات العمانية المتأخرة المنتمية إلى القرنين 17 و18 الميلاديين. حارة السيباني من الحارات القديمة المهمة، حالها حال الحارات المنتشرة في ربوع بلادنا الحبيبة عمان. ارتباط حارة السيباني هو ارتباط كبير تقريبا بفلك الخطمين منذ نشأة فلك الخطمين. إن أتكلم عن حارة السيباني فالحديث ذو شجون، فمن ناحية النمط المعماري والهندسي لحارة السيباني فهو نمط فريد أصيل، تراثي أصيل. فهي مبنية من الأحجار منذ البداية، منذ على الجبل، من قمة الجبل اللي هو البرج إلى أسفل تحت، إلى أسفل الأراضي أو الأموال الزراعية. تكون الحارة بناء متكاملا متداخلا تصعد أرضيته مع تدرج ارتفاع السفح خلفها، وكأن أسطح البيوت درجات سلم. وما يميز الحارة طريقة ومادة بنائها، فكلما صعدنا يتغير لون الحجر من لون الطين في الأسفل متدرجاً مع ألوان الجبل حتى تندمج أحجار البناء مع لون الحجارة في الأعلى. تتداخل فيها الطرقات وسلالم حجرية تصعد بالماشي إلى أعلى قمة فيها. فنمط البناء فيها متدرج، كل منزل يتكون على الأقل من طابقين. على جانبي البناء توجد هناك أدراج ولا درج مستمر منذ الأسفل، من الأسفل إلى أعلى الحارة. ومكونات الحارة هذه مكونات الحارات الثانية بها من المساجد، وبها من مدارس القرآن الكريم، وبها من الأسفل أو هي المجالس العامة في هذه الحارة. والشيء المميز في هذه حارة السيباني هو الفلك الخطمين الذي يتخللها وسط المنازل بقسميه، قسم فوق ساقية علوية وساقية سفلية. ومع هذا التباين في مستوى الأرضية يكون مدخل كثير من البيوت في مستوى الطابق العلوي كفرارة تميز مداخل الحارات الجبلية، ومن هذا المدخل تتفرع سلالم إلى مرافق البيت. منازل الحارة مبنية بالطين والحجارة، وبعضها الآخر بالحجارة والجص. أسقفها جذوع النخيل وسعافها وأخشاب مجلوبة من أماكن أخرى، مزدانة بنقوش ولمسات إبداعية من رسومات وكتابات يكاد لا يخلو بيت منها. تزيدها بهاء أبواب الخشب المتينة والنوافذ المشرعة نحو الفضاء الفسيح، لعل يوما يعود الغائب. بها كذلك صباحان، الصباح الشرقي والصباح الغربي. هذه الحارة مقفلة بالكامل، جميع ميزاتها داخلية داخل الحارة، سكانها يعتمدون حتى يوجد بها بئر للسقي للروي موجود داخل الحارة،
مكفيها اكتفاء ذاتي، فضلا عن الجامع الذي فيها مدرسة للقرآن الكريم من السبل، فيها اثنتان يجتمع عليها الناس صباحا ومساء. في الحارة هذه بالليل تغلق بعد صلاة عشاء الآخر لكي لا أحد يدخل، وتفتح بعد صلاة الفجر. توجد حوالي الحارة المزارع والبساتين في بركة الموز، وكذلك تحيط بها الأبراج، فيه توجد بها أبراج أو تقريبا 3 إلى 4 أبراج شامخة، هي تحرس الحارة من الجوانب الأخرى، فضلا عن البرج الكبير لبرج الحارة اللي يسمى برج السبابرة. نمط الحارة إذا جينا من الأعلى، أعلى البناء يكون البناء متناسق مع لون الحجارة، حجارة الجبل، وكلما نزلنا إلى الأسفل تكون مادة الطين ومادة متناسقة مع لون التربة كذلك. وما يزيد حارة السيباني بهاء ونضارة تدفق فلج الخطمين الشهير داخلها، وهو المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والذي شق زمن الإمام سلطان بن سيف اليعربي. لا زالت مياهه تطرب الآذان في ساقيتين فوقية وتحتية، فمياهه تدخل بعض بيوت الحارة وتجري تحت بقية البيوت. ومن الناحية التراثية أو من الناحية التاريخية لهذه الحارة، شهدت الكثير من الاجتماعات وكثيرا من اللقاءات أثناء الأئمة السابقين في وتداول شؤون الحياة في سلطنة عمان منذ القديم حتى بداية السبعينات أو حتى بداية الثمانينات، لما كانت تشهد هذه الحارة بزهو وازدهار. وكذلك لا يفوتني هنا في الحارة كذلك حتى يوجد مكان للتجمع، لو سمح الله كان هناك حريق أو شيء في هذه الحارة يوجد مكان قريب المسجد للتجمع، ساحة للتجمع، وكذلك تستغل هذه الساحة في الأفراح للأطفال أوقات الأعياد إذا كان لا يوجد مجال في الأمطار للخروج أهل الحارة من الحارة إلى الخارج. للحارة 3 مداخل: باب الصباح وهو شرق الحارة، والباب الغربي، والباب الأوسط الذي يربط بين ممرات الحارة التي تتوسطها ساحة واسعة يتجمع فيها أهالي الحارة في مناسباتهم المختلفة كالأعياد. يخدم الحارة عدة مرافق: مسجد يسمى مسجد الولجة، وهو المسجد الجامع لأهالي الحارة، وقريبا منه مدرسة القرآن الكريم، ومجلسان عامان. السبلة الكبيرة تسمى سبلة الغرفة بجانب ساقية الفلج، وسبلة الصباح تعتلي البوابة الشرقية مرتبطة بالجامع. ومن الشخصيات التاريخية اللي سكنت هذه الحارة في المئة سنة المنصرمة، نذكر منه على سبيل المثال الشيخ راشد بن خميس التوبي، وكذلك الشيخ محمد بن سليم الصقري، والوالد سالم بن سليمان العبري، وكذلك الشيخ سعيد بن علي الفهدي وسعيد بن سالم الناعبي، والشيخ زاهر بن سيف الفهدي. ويحرس الحارة برج يعرف ببرج السبابرة، ولاسمه دلالة عميقة، فالمرابطون بالبرج يستطيعون سبر ومعرفة الداخل إلى الحارة والخارج منها. ومن عليائها تطل حارة السيباني على واحات النخيل الغناء ومزارع المحاصيل المتنوعة، وهي ترقب المياه المتدفقة تنحدر من داخلها نحو السواقي والضواحي. سكان الحارة كانوا يعملون بالزراعة داخل هذه الأموال وفي هذه الضواحي، ومن كان من إنتاجهم كان إنتاج أكثر شيء من التمور والحمضيات
ولا ننسى كذلك الموز، اشتغلوا بزراعة الموز وزراعة النخيل وكذلك زراعة الفواكه، أشوف الفواكه والمحصولات الفصلية من البر وغيرها، بهذه أغلبهم أو معظمهم يشتغلون بهذه الزراعات.